لا ابدا، انا اتعمد الورده وايضا اتعمد النضاره، وهقول لك السبب على الهواء مباشره، بس يا رب تكون المره الاخيره اللي اقولها، بس هي الاولى. اما الورده فدي رمز لان هذا الدين دين الورود والجنات، وربنا لما ذكر الجنه ذكر جنه الدنيا قبل الاخره، واللي مش هيعرف ان الدنيا جنه مش هيشوف جنه الاخره الا بعد مده طويله قوي جدا. يعني ايه؟ وفي الارض قطع متجاورات وجنات، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين. حتى في الابتلاء انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه. الدنيا لابد ان تكون زرعا وورودا، هذا دين الله، فانا احملها مشعرا اياك بان هذا الدين دين الجمال، وان مش ورايا مولوتوف. اما النضاره يا سيدي فاللي هيوريك الورده دي علشان يسعدك مستحيل يطلع عليك كده، عشان يوريك عينه اللي ضيعها طبيب مهمل ويسيئك، ومن ثم اضطررت إلى إخفائها حتى لا ترى في يدي شيئا يسرك وترى في وجهي شيئا يؤلمك.